طيب خلينا نحكي عن المنابع. دجلة والفرات اثنينهم ينبعون من تركيا إضافة إلى روافد لدجلة من إيران. من الذي يعني دا يضررنا أكثر، هل هي تركيا أم إيران؟ الضرر الأكبر منين جاي؟ طبعا الضرر الأكبر من تركيا على اعتبار أنه إطلاقات نهر دجلة بالذات إطلاقات كبيرة مقارنة بالروافد والأنهر الصغيرة الواردة من إيران. هذا لا يعني أنه المساحات التي تقع على أحواض الأنهار الواردة من إيران لم تتأثر، بل تأثرت تأثر كبير. ولكن الحصة المائية في نهر دجلة ونهر الفرات حصة أكبر مقارنة بالأنهر الصغيرة الواردة من إيران، باعتبار أنها منبع للنهرين. نعم، تركيا تتحكم بصورة كبيرة وبدرجة كبيرة بحصة العراق المائية. لذلك طالما طالبت وزارة الزراعة من الجهات المعنية وبالدرجة الأساس وزارة الموارد المائية بتكثيف الجهود والضغط بأوراق مختلفة على أتجار تركيا للحصول على الحصة المائية، وجرى مؤخرا على هامش مؤتمر منظمة الفاو الذي عقد في الشهر في بداية الشهر شباط ليومي 7 و8 في بغداد. وهذا المؤتمر شكل نقل نوعية على اعتبار أنه العراق للمرة الأولى يستضيف هكذا مؤتمر ضم دول الإقليم والأدنى الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وكذلك كانت تركيا ممثلة في هذا المؤتمر على مستوى وزير الزراعة والموارد المائية التركي.